طبعا تصميم ملابس الاطفال مش مجرد انه حته قماش كده بالوان زاهيه وديزاين مرسوم عليه حاجات طفولي مثلا او رسومات تناسب الاطفال وخلاص. الموضوع في الحقيقه مش كده. تصميم ملابس الاطفال فن، وتقدر تقول عليه ابداع وتخصص مش اي حد يقدر ان هو ايه يعمله صح. ضيفتنا الفقره دي فنانه ابدعت في تصميم ملابس الاطفال، حاولت ان هي تنشر البهجه والفرحه في كل تصميم. معانا هاجر عز الدين، مصممه البهجه وصاحبة براند بهجة. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا حبيبتي، نورتينا. مبسوطة جدا أنا مع حضرتك النهاردة. حبيبة قلبي، إحنا من ساعة ما جينا حسينا بالبهجة مع الأطفال الحلوين اللي أنت جايباهم واللبس الجميل اللي إحنا شايفينه. بس إحنا طبعا هنعرض اللبس والمشاهدين هيشوفوا معانا الديزاينات على الأطفال معانا علاء مباشرة. لكن أنا عايزة أسألك، انت ليه فكرتي انك تعملي براند لملابس الاطفال؟ هو في البدايه انا اصلا المجال بتاعي ملوش علاقه خالص بتصميم الازياء. انا اصلا خريجه اقتصاد وعلوم سياسيه جامعه القاهره. ياه، حاجه بعيده خالص. وبعد ما خلصت اشتغلت في النيابه العامه. بس انا بعد كده انا لقيت ان انا طول عمري انا بحب الرسمه، بحب ان انا اجيب اي قماشه والعب بيها. فلقيت نفسي بقى بعد ما جبت بنوتي ان انا كنت عايزه البس زيها، فعملت حاجه كابلز المومي وبنتها. حلوه قوي. ونزلت ان انا كنت بصورها عادي انا وبنتي، لقيت الناس عجبهم الموضوع قوي والناس بدات تسالني بكام، لقيت نفسي ان انا دخلت في سكه تانية. فمن هنا بصراحه الموضوع بقى كبر في دماغي وبدات بقى اللاين بتاعي. كنت في الاول كابلز البنت ومامتها، بس بعد كده حسيت ان انا بنسحب كده للاطفال، يعني لقيت نفسي في الاطفال. وبصراحه يعني الاطفال مشجعيني، الطفل برضو مهما كان اي حاجه بتليق عليه. والبنات بالذات، يعني البنات معروفه بالدلع بالشقاوه، فهم ساعدوني اصلا في النقطه دي. بس طلعت عيني بنتي يعني، فجربت باقي الاطفال. طب حلو قوي. الاول بداتي باللبس البنات. تمام. طب ما تيجي نشوف كده البنات الحلوين هم واقفين ورا الكاميرا، نبدا نشوف الاول لبس البنات والموديلات اللي انت عاملاها للصيف السنه دي. يلا صيف 24. نبدا اول بنوته تالا. تالا دي بنتي. بنتك اول واحده قمر تالا. اهو يا روحي على الجمال والطعام، ما شاء الله يا تالا على العسل ده. ايه العسل ده؟ الدريس بتاعها هو ينفع ان هو يكون صيفي للخروجات بس بتاعت بالليل، وفي نفس الوقت ينفع ان هو لمناسبه بسيطه. وحبيت ان انا اطعمه من الورود اللي هي الورود البارزه على الدريس من فوق، بحيث ان هو برضو يكسر اللون الاسود اللي فوق ويبقى ياخد من وايت الدريس. لذيذه. تالا انتي عسول، عندك كام سنه انتي؟ 6 سنين ونص. اهم حاجه النص. 6 سنين ونص. عسول قمر يا اختي، ما شاء الله. طيب شكرا يا تالا، باي يا روحي يا قلبي انتي. عسل. اللي جايه مين بقى؟ اللي جايه معانا يمن. يمن اهلا اهلا. ايه الطعمه دي؟ يا روحي ورينا بقى لابسه ايه؟ الدريس بتاع يمن بقى انا اتعمدت ان انا اعمله من الطبع الطفولي بتاع زمان. ايوه، كان زمان كنا بنلبس الدريسات القمه بتاعها السنيورا اللي هو البف ده. أيوة. فانا اتعمدت ان انا ارجع الموضه دي دلوقتي بـ 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 بالالوان بقى بتاعت الصيف. وفي الدريس بقى ده اتعمدت ان انا احط ادمج فيه كل الالوان بتاعت موضه السنه دي. جميله. حتى القماشه انا اللي طبعاها. والورد طالع موضه قوي السنه دي في الفساتين وفي الشعر وفي كل حته عاملين ورد. وهي البنات معروفه بالورد طبعا. بس حتى القماشه دي احنا اللي طابعينها، يعني انا اللي طابعاها بنفسي. جميله. فبس وحبيت بقى ان انا ده برضو حلو جدا للمصايف، حلو جدا للخروجات السريعه للنوادي. لفي كده يمن دار الدريس، تعمدت ان انا اعمله كده برضو. الله. بحيث ان هو برضو ممكن ترفعه، ينفع برضو ان هي تحضر بيه عيد ميلاد، مناسبه بسيطه لو برضو شعرها اترفع، يعني تحط مثلا توكه نفس لون الفيونكه اللي ورا، هيبقى برضو ماتشنج حلو. جميل جميل. لفي يا يمن. شكرا يا يمن يا حلوه. اللي بعدها دي مايا. مايا اهلا يا مايا. مايا موديل بروفيشنال بقى. اموره عسوله. الدريس هو الطقم بتاعها عباره عن تو بيس، بس انا ضفت له بقى حاجه ان التوب اصلا ساده. بس انا عملت له فيونكه من نفس الفيونكه بتاعت الجيب تتشال، بحيث ان ممكن تلبس التوب لوحده ساده
وبعد كده وممكن تلبسه ايه بنفس الفيونكات اللي على الكتف بحيث تبقى واخده ميه الدريس. فالدريس ده برضو مناسب جدا للسهرات، مناسب جدا يعني المناسبات برضو البسيطه. يعني انا حبيت ان انا ابدا معاكي المناسبات. جميله. عسولة. برضو الالوان بتاعته برضو واخده من الوان الصيف بتاع السنه دي، الاصفر والبيبي بلو والاحمر اللي هي الوان الصيف المعروف. جميله قمر. شكرا يا ماما. باي. اوه ده طقم البلاجيت. ده بقى ايه بتاع البحر، طقم البحر. الطقم دوت برضو انا عملته اللي هو الكتان طالع موضه، وفي نفس الوقت مش طالع موضه، هو مريح للاطفال اكتر من اي حاجه تاني عشان الحر. وهم بيتحرروا بسرعه. فانا بقى اتعملت ان انا اعمل الطقم دوت اللي هو عارفه حضرتك اللي هو الطابع اللي هو الاسباني اللي هو التوب وعليه الجيب والفيونكات بقى بتاعته بتتلبس، قصدي الكمام بتتلبس لوحدها، ممكن تتلبس هنا على الاسويره. وريها لهم كده، وريها لهم كده. حاسها مش مشبوكه؟ لا لا مش مشبوكه. ورينا الـ دي مشبوكه مشبوكه، بس ممكن برضو ان هي تفك الشبكه ويتلبس هنا، يتلبس هنا. جميله. دي كان اسمها سدن. سدن 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 حبيبتي يا سدن، جميله وقمر. شكرا يا سيدي. معانا بقى دلوقتي فريده. فريده فريده بقى الطقم بتاعها اللي هو ايه، انا دمجت بقى فيه الوان الطفوله كلها وحاجات الطفوله كلها ورسومات كلها. ورسومات الطفوله كلها. الطقم بتاعها برضو من الجنب انا حبيت اعمله الحركه ديت اللي هي الاكسات بس. والطقم بتاعها بيتلبس برضو الحملات بتاعته ممكن تتلبس من هنا كروستيت، يعني برضو بيتلبس بكذا شكل وبكذا طريقة. جميلة. لا وفريدة جاية من المنصورة. عسل قمر. قمر يا فريدة. تسلمي. شكرا يا فريدة. معانا بقى دلوقتي كايلا. كايلا الطقم بتاعها بقى اللي هو من الركامه، القماشه الركامه كانت زمان طالعه موضه قوي السنه دي وراجعت دلوقتي تاني قوي قوي. فحبيت بقى ان انا اعملها سوت نفس فكره السوت بتاعتنا احنا ككبار. بس حبيت اعملها لها بقى ان تبقى فيها حركه الكرانيش بحيث ان هو يناسب الطابع الطفولي. وكمان عملت التوب اللي هي لابساه ممكن باستك بحيث ان هو في امهات بقى بتحب تلبس ستومكس الحاجات دي فممكن هي تتحكم في الطول بتاعه، يعني ممكن يقصر يبين البطن وممكن يطول. فاحنا عشان احنا جايين مع حضرتك فاحنا طولنا الطول. لا جميل طولنا. برافو عليك. جميله. بس هو برده ميزته ان هو قطن فحلو جدا في المصايف، حلو جدا برده خفيف للاطفال. حلو قوي. شكرا يا كايلا. معانا بقى دلوقتي ليليان. ليليان بقى السن المحير اللي هو هي عايزه تلبس عشان تلبس اللي هي عايزاه، والمامي بقى بتبدا ان هي لا في حاجات تتلبس وفي حاجات لا. صح. فانا بقى عملت ايه ما يرضي الطرفين. الدريس ده بقى الخامه بتاعته ستان حرير. الستان الحرير برضو طالع للكبار الفتره دي او طالع برضو موضه الفتره دي، فانا حبيت ان انا اوظفه للاطفال. فعملت لها الطقم الدريس دوت اللي هو القصير من قدامه طويل من ورا، وبرضو بيتلبس بكذا طريقه. يعني ممكن ان هي تلبسه كده، ممكن ان هي تلبسه توب، الفستان يكون توب، برضو بيتلبس معاها بكذا طريقه. جميل. وبرضو الوانه واخده الوان الصيف كلها. جميل يا ليليان. باي يا روح. شكرا يا حبيبتي. مين فاضل معانا دلوقتي؟ ساندرا. الطقم بتاع ساندرا برضو نفس الفكرة طقم يمن، بس اللي هو الدريس اللي هو الطفولي. بس حبيت بقى هنا اعمله على نظام سكرت. بس هو هو مش هو قطعتين، ده قطعتين. ما انا حبيت برضو ان انا اوظفه في نظام السكرت، لان في امهات ما بتحبش نظام الدريسات فستان. ايوه بالظبط. فتقولي لا انا ممكن عايزه استفيد مثلا من التوب ان انا البسه لها على كذا حاجه. ايوه. والبس لها جيب ما بقاش مقيده ان هو الدريس بيتلبس على بعض. ايوه. فحبيت بقى ان انا اعمل لها التوب دوت، التوب الريب برضو قطن. يعني حتى الخامات انا تعمدت ان انا اشتري او اتعامل بالخامات اللي هي تبقى مريحه على الاطفال عشان برضو يبقوا حابين الحاجه ومستريحين فيها. لا جميل عسوله. فده كان التوب بتاعها على السكرت. جميله. شكرا يا ساندرا. باي يا ساندرا. دي اسيل بقى. الطقم بتاعها اللي هو نظام السوت
او نظام هو فورمال شويه، بس دلوقتي برضو يعني يبقى فورمال لو اتلبس على شميز تحتيه نفس نظام الشميزات بتاعتنا. وكده انا حبيت ان انا اعمله بطريقه ان هو ايه يبقى زي سيمي فورمال، ولا منه كاجوال ولا منه فورمال. برضو البنات بتحب تلبس الحاجات دي. بس فتعمدت برضو ان هي برضو قالت لي انا عايزه الطقم يبقى لونه فوشيا. انت عارفه برضو البنات بتحب البينكات، فحبيت ان انا اعمله لها زي ما عايزه. يعني برضو انا عندي البنات هم اللي مختارين الالوان. يعني البنت مثلا تقول لي طنط انا بحب اللون الفلاني. اي كان في برضو معانا من ضمن البنات بنوته مش عايزه تلبس اللون، مش يعني انا عملت لها لون وهي كانت عايزه لون تاني، فضلت ورانا لحد ما غيرنا اللون. فانت عندك برضو مستوى الاطفال وفكر الاطفال غيرنا خالص. البنات بيحبوا هم يختاروا كل حاجه، كل حاجه دلوقتي فعلا. فده كانت معانا اسيل. جميله يا اسيل، شكرا يا روحي. دي سيلة بقى. سيلة أمورة. هنا برضو الطقم بتاع سيلة اللي هو البنطلون الوايت ليك. برضو القماشة دي احنا اللي طابعينها للبراند بتاعي. البنطلون بقى الوايت ليك وعليه التوب بتاعه. فحبيت برضو البنطلون الوايت ليك، برضو بقت الفترة دي برضو بقت موضة. انا بقيت اجيب كل الموضة بتاعت احنا ككبار وتعمليها للأطفال. برافو عليكي، لان الحاجة مميزة فعلا. تسلمي لي والله حبيبتي. لا الحاجة جميلة أو جميلة. شكرا يا سيلة. شكرا يا روحي. فاضل مين؟ آخر واحدة؟ تاليا. أهلا يا تاليا. الطقم بتاع تاليا بقى اللي هو برضو استاتين الحرير، وبرضو فكرة البنطلون الوايت ليك. بس حبيت برضو ان انا ادخله مع اللون الاسود، لان مش كل الامهات تحب ان هي تلبس اولادها اسود. طبعا يعني. فانا حبيت ان انا اكسر الفكر ده بان لا، اللون الاسود هيبقى حلو جدا على الاطفال لو ضفنا له الوان مبهجه ليه، خصوصا البنات بيحبوا الاسود. مش كل الاطفال بتحب الاسود، بس لما بيتكسر بالوان يعني البنطلون شوية بيحبوه. يعني البنطلون برضو كسر الالوان بتاعه. ايوه طبعا. جميل. فدي كانت برضو، وده برضو مناسب جدا للمصايف، للخروجات، للنوادي. برضو لو الاولاد بيتمرنوا الام بتبقى عايزه حاجه سريعه تلبسها للولاد. لا حلو قوي. احنا النهارده كده شفنا ايه موديلات البنات. صح، حلوين قوي. انت كمان عندك بعد كده بتعملي كمان حاجات ولاد؟ كان بعمل حاجات ولادي، بس النهارده بقى قلت ايه اكتفي. النهارده البنات هم بصراحه عسل. تسلمي لي يا رب. واحنا خلاص في نهايه الحلقه، عايزاكي تدي يعني اخر يعني نصيحه في الحلقه. موضه الاطفال 2024، هي موضه الاطفال يعني احنا ممكن ننتقل الاولاد اللي هم عايزين يلبسوا. يعني ما تبقاش الام متزمده زي اللي هو لا ما ينفعش تلبسي ده، لا انا ممكن البس ابني او بنتي اللي انا عايزاه، وفي نفس الوقت انا برضيه. يعني نوصل لنقطه وسط، لان دي مشاكل الاطفال مع ماماتهم او مع اولياء امورهم، اللي هو البنت عايزه تلبس حاجه والام شايفه لا ما ينفعش بنتي تلبس ده. فلا احنا ممكن نوصل لحل ان هو ايه يخلي الام تلبس بنتها البنت عايزاه، بس بفكر الام. بس نقطه تانية، الملابس الصيفيه ضروري جدا الام في الاجواء دي ان هي تلبس للاولاد حاجات قطن، يا اما حاجات كتان. مهم برضو ان انت الام لما وهي بتختار الحاجات القطنيه او الملابس القطنيه او الاقمشه القطنيه، ضروري جدا ان هي تتغسل او تتنقع قبل ما تتصمم. لان طبعا حضرتك عارفه ان القطن بيكش. ودي برضو بتبقى مشكله بيواجه ناس كتير، اللي هو ايه بعد ما فصلوا الطقم وبعد ما عملوه او بعد ما تصمم الطقم كش. فدي كانت نصيحه كان لازم اقولها. بشكرك جدا في نهايه حلقتنا ونورتينا حبيبتي. مبسوطه جدا انا كنت مع حضرتك النهارده. اهلا بيكي، وبشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.